خلال هذه الفعالية الأطفال راح يحاكون كل الأعمال والمهام التي يقوم بها الموظفون في المتحف، سواء من عملية استلام القطعة والتي من المفترض أن يكون من اكتشفها هو الآثاري الصغير، يستلمون القطعة، يتم تسجيلها، ثم بعد ذلك ترميمها وتخزينها وعرضها، وبعد ذلك يتعرفون على كيفية الإرشاد في المتحف. فكل هذه المهام، هذه المسؤوليات سوف يتعرف عليها هؤلاء الأطفال. عم عندنا فعاليات أخرى ما راح ننقطع، بيكون عندنا المرمم الصغير وراح بيكون عندنا المرشد المتحفي الصغير. كل هذه الفعاليات إن شاء الله في الفترة القادمة راح ننفذها. فلما فتحنا التسجيل خلال أقل من ساعة امتلأ العدد اللي احنا كنا طالبينه، وبدأت المطالبة بفتح التسجيل للفعاليات الأخرى. فهذا دليل على اهتمام أولياء الأمور واهتمام الطلبة والأبناء والبنات بمثل هاي النوع من الفعاليات اللي راح تعزز عندهم نوع من الوطنية تجاه تراثهم الوطني، وحالة من الاعتزاز بما نملكه من تاريخ وحضارة في مملكة البحرين. طبعا هذه الفعالية تختص عن غيرها من الفعاليات بتعريف الزوار أو الأطفال على تسجيل القطع الأثرية. أولا طريقة تصوير القطع الأثرية، ثانيا ثالثا طريقة تخزين القطع الأثرية، وأخيرا طريقة الترميم للقطع الأثرية. استفدت أني عرفت شلون أرمم الآثار، شلون طلعوا الآثار من وين. الفعالية كانت واجهة عجيبة. استفدت عن شنو كانوا يسوون في القديم أو الفخار مالهم، كيف يعني يحصلونهم ويكتبون التاريخ ويصورونهم. وبعد سوينا نظفنا الفخار وكتبنا التاريخ وين حصلناه، وبعد لصقناهم عشان يكونون يعني متركبين، وكيف مثلا نعرضهم في الزجاج، وتعلمت عن المقابر مالهم.